أهالينا أصحاب المعاشات ومستحقي المعاشات، ودي حاجة مهمة جدا. والدتي ووالدتك ووالدك وانت تحديدا ان كنت تستحق هذا المعاش او تستفيد منه الى اخره. احنا اللي فهمناه من سيادة السفير نادر سعد انه الدولة خدت قرار تبكير معاد زيادة المعاشات زائد الرواتب، يعني الناس اللي شغالة لسه هتاخد رواتبها اللي كانت المفروض تزيد في بداية العام المالي الجديد اللي هو شهر 7، لا هنبدأ من ابريل بإذن الله. كذا الحال في المعاش، طب هنفهم المستفيدين قد ايه؟ سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ اهلا بيك، الحمد لله رب العالمين. يا رب دايما طيبين وبنفس عيد وحضرتك بالصحة والسلامة ورمضان كريم برضو. رمضان كريم بإذن الله. بإذن الله يا فندم. سيادة اللواء، دلوقتي اللي احنا فهمناه من قرارات مجلس الوزراء انه الدولة خدت قرار تبكير زيادة المعاشات 3 أشهر، بدل ما يبقى في بداية العام المالي الجديد، لا احنا هنبدأ من أول إبريل، وده هيبقى له تكلفته. عايزين نفهم اكتر، التكلفه هتبقى قد ايه؟ هيستفيد منها قد ايه يا فندم؟ حاضر يا فندم. بدايه نسبه الزياده ان شاء الله السنه دي تم اقرارها 13%، حدها الادنى 120 جنيه، 13% من اجمالي المعاش. من الاجمالي؟ من الاجمالي. عظيم. حدها الادنى 120 جنيه، حدها الاقصى 2222 جنيه. كويس. هيستفيد من الزيادة دي 10.7 مليون مستحق، 10.7 مليون مستحق. حلو قوي. التكلفة الشهرية للزيادة حوالي 3.8 مليون. 3.8 مليار. مليار. جنيه. تكلفة التبكير، يعني حضرتك زي ما احنا متعودين دايما ان زيادة المعاشات بتيجي في شهر 7 من كل سنة، السنة دي ان شاء الله هنصرف الزيادة اعتبارا من 1/4. زي ما حضرتك عارف احنا بنصرف المعاش في اول الشهر. ايوه. عكس المرتب. ايوه. يوم 1/4 هيتم صرف المعاشات ان شاء الله شاملة قيمة الزيادة، وده تحدي تاني قدام الهيئة ان احنا نلحق نخلص برامج حساب الزياده ونتاكد من ان الزياده نزلت لكل صاحب معاش، بحيث انه لما يتوجه يوم 1/4 لاي ماكينه صرف يحط الكارت بتاعه يسحب المعاش في زياده ان شاء الله، وده احنا بنوعد بيه. حلو. ان ده ان شاء الله يعني ده دور الهيئه وهتقوم بيه وهتنزل الزياده ان شاء الله مع معاش شهر 4 باذن الله. 1/4 الناس هتصرف الزياده عادي باذن الله، تصرف المعاش زائد الزياده باذن الله ان شاء الله. التكلفة التبكير احنا قلنا التكلفة الشهرية 3.8 مليار، هنضربهم في 3 شهور اللي هم 4 و5 و6، 11.4 مليار، حوالي 11.4 مليار جنيه ان شاء الله. من بداية السنة الجديدة من 1/7/2022 هيستمر صرف المعاش زائد الزيادة. الزيادة دي مخطط فيها خلال السنة أو العام المالي القادم قيمتها في السنة 38.4 مليار جنيه. وهيبقى إجمالي المعاشات اللي هنصرفها خلال العام المالي المقبل اللي هيبدأ في 1/7 ده، إجمالي المعاشات اللي هنصرفها بما فيها الزيادة هنصرف حوالي 321.5 مليار جنيه معاشات خلال العام المالي القادم. النقطة اللي عايز أقول عليها ومهمة أعتقد من وجهة نظر إنها مهمة، يا ريت يا فندم اتفضل، إن إحنا هل قرار التبكير بتاع صرف الزيادة هيضر حد من المواطنين؟ إزاي؟ بنسأل السؤال ده ليه؟ لأن في ناس هتطلع معاش يوم 2/4، يوم 3/4، هيطلع معاش يوم 3/4. طب ده أنت قدرت صرف الزيادة خليته اعتبارا من يوم 1/4 للمعاشات اللي قبل يوم 1/4 هي اللي هتزيد. ايوه. الناس دي لو ما كناش خدنا قرار التبكير كانوا هياخدوا الزيادة بتاعتهم في شهر 7 العادي. العادي بتاعهم انه بياخد الزيادة في شهر 7. مظبوط. انا بطمن دول عددهم مش قليل، دول حوالي 80,000 مواطن هيخرجوا للمعاش خلال الفترة من شهر 4 من يوم 1/4 ليوم 30/6.
فبطمنهم وبقول قرار التفكير مش هيدور منين ما هتطلع معاش في أي توقيت خلال الفترة دي خلال الثلاث شهور هنيجي لك الزيادة يوم ما تخرج معاش. يعني اللي هيخرج معاش يوم 2/5 مثلا هياخد معاش شهر 5 وهننزل له الزيادة اللي احنا بكرناها دي هنديها له. فهياخد معاش شهر 5 زائد الزيادة 13%. حلو جدا. المجموعة اللي هتطلع معاش من 1/4 ل 30/6 مستفيدة معانا بهذه الزيادة، ودي الأول مرة تحصل. حلو جدا جدا جدا. أهو ده فعلا حاجة كانت شديدة الأهمية لازم تتقال. كويس حضرتك لفتت النظر ليها يا فندم. اشكرك جدا 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 يا سياده اللواء، كل الشكر سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي.